من جديد نحييكم في الجزء الثاني من برنامج احكي بالون. الحديث الآن ما تعلق باجتماع المكتب الفيدرالي الذي سينعقد يوم الأحد. أهم القرارات التي ستتخذ حسب مصادر موثوقة من داخل مبنى الفاف هي إلغاء كأس الجمهورية وأيضا ترسيم نهائي كأس السوبر بين شباب الوجدات وشبيبة القبائل، وما تعلق باختيار 4 فرق التي ستشارك في المنافسة القارية. السؤال الجوهري الذي يطرح، هل هذا ما يهم الشارع الرياضي أو ما يهم الأندية الجزائرية التي تعيش ويلات تراكم الديون وإفلاس كل الشركات الرياضية؟ نادر بوزنات. كمال، الشيء اللي راه ينتظروا فيه ننتظروا فيه كأندية، المكتب الفيدرالي هذا عنده جاب ببرنامج كان نشفيت قبل الانتخابات، كان فيه تقدم برنامج طري اللي راح يطور الكرة الجزائرية وفيه إصلاحات. الشيء المنتظر من المكتب الفيدرالي أنه يتطرق إلى المواضيع الجوهرية والمشاكل التي تعيشها الأندية في الواقع. مشكل المنشآت، مشكل التموين، مشكلة الجماهير اللي اليوم راهي تدخل في بعض الملاعب وبعض الملاعب ما تدخلش في تيزي وزو. عندنا دائما رانا نلعبوا اوي كلو، نمشيو الى ملعب واحد اخر نلعبوا بالجمهور. مشكلة الاصلاحات القانونية اللي راهي تنادي بها الاندية منذ سنوات واللي شايفتها الاندية انها بداية الحل. هذا الشيء اللي رانا ننتظروا من المكتب الفيدرالي، انه ياخذ قرارات، ما يبقاش غير يشخص المشاكل. الانديه عندها ديون، يعني الاسطوانه هذه سمعناها منذ سنوات. اليوم العام والخاص على باله باللي الانديه عندها ديون، ما هي الاصلاحات؟ ما هما الحلول؟ اليوم كانديه رانا يعني ننتظروا كل نهايه شهر اجتماع المكتب الفيدرالي، وننتظروا في قرارات جريئه وقرارات صارمه وقرارات واضحه اللي راح تعطي حلول الى المنظومه الكرويه الجزائريه. وكذلك الشيء اللي رانا ننتظروا خاصه هذا المكتب الفيدرالي ان يكون نوعا ما مع الرابطه تقييم للمرحله الذهاب للبطوله. كيفاش صرات؟ انا نقول لك ونحذر كمال، مرحلة العودة راح تكون صعبة على الأندية، وممكن بعد شهر حتى بعض الأندية مش راح تتنقل نظرا للمشاكل مشاكل الديون، مشاكل يعني التنظيم يعني على مستوى، وكذلك لي بليسور تاع لي جوا اللي ما رانا نجوزوا عليها مور الكرام ما نتكلموش عليها. لي تيران في معظم في ديل التراكم، نقول المباريات وكثافه المباريات ونعرف باللي انه لازم نحبسوا البطوله قبل بدايه الالعاب البحر الابيض المتوسط، يعني في بدايه جوان راح تكون رزنامه ثقيله ومكثفه. نوعية الأرضية، يعني النقص لموين دو ريكوبيراسيون على مستوى الأندية راح يكون مشكل كبير. نقاط مهمة ذكرها، سأعود لك أنا دير بوزنات. بالفعل طبعا ما حاورتهم كرة القدم الجزائرية مثلا اليوم سمح لجماهير أنها تستقبل الجماهير في المدرجات وتضغط على الفريق المنافس، وانت في الأسبوع المقبل تطلع في الميدان تاعك الفريق اللي يجي يلعب معك يلعب بدون أريحية وبدون ضغط. طبعا أما غير هذه بكل صراحه يعني رانا نشوف يعني الكيل بميكالين يعني في عده امور، سواء في الامور الماديه الماليه البحته ولا في امور يعني حضور الجماهير، وهذه يعني تاثر تاثير مباشر على نتائج البطوله. يعني راح تاثر يعني الشيء اللي كما قال سينادير، هو يعني لازم يعني المكتب الفيدرالي يروح لي بروبليم دو فون. صحيت البروبليم دو فون تاع روح لعمق المشكل، عمق المشكل في صحيت في الكره الجزائريه على العموم. احنا اليوم رانا نعيشوا يعني بطوله وطنيه اللي ما عندها حتى طعم، يعني ما عندها حتى يعني كثير من الناس يعني عاد ما يتبعوش البطوله، ما يتفرجوش هذا البطوله حتى اليوم بهذا البطوله، يعني ماهيش يعني اتراكتيف. يعني من بعد نتساءل ونقول علاش ما كانش لي سبونسور، علاش ما كانش الناس اللي تجد الاموال. فلازم يطرقوا لهذا الامور وما يبقاوش يعني في الشكليات. هل هي مسؤوليه رئيس الفاف ام الاعضاء هم الذين يتطرقون لمثل هكذا مشاكل ذكرها نادر بزداد وهي مهمه رشيد الجراج؟ لا، لكل حال مهام المكتب الفيدرالي راهي محدده قانون، يعني في القانون الاساسي للفاف كل مهام يعني راهي في القانون الاساسي للفاف، سواء مهام الرئيس كرئيس ولا مهام اعضاء المكتب الفيدرالي راهي محدده قانونا. وكما قال خويا نادر، هذا المكتب الفيدرالي جاء على اساس برنامج ثري اللي كانوا قدموه
يعني لاعضاء الجمعيه العامه اللي انتخبت عليهم الى يومنا هذا، احنا يعني مازال ما شفناش بدايه تنفيذ ولا تجسيد هذا النقاط اللي كاينين في البرنامج. احنا دوك يعني كل مكتب فيدرالي دوك تقول لي المكتب فيدرالي رايح يبث تكون كاس جمهوري ولا ما تكونش، انا دوك نقول لك يعني ما تكونش لان علاش ما هو كاس جمهوري؟ كاس جمهورية تبدا من الاقسام السفلى، خلاص تبدا كاس جمهورية عاده في شهر اكتوبر صحيح. يبداو يعني الادوار يبدا في شهر جونفي نتذكر اواخر ديسمبر ندخلوا في الدور 32 يعني وين ندخلوا انديه القسم الاول. القسم الاول اذا اليوم رانا في فبراير، على بالنا باللي كاس الجمهوريه ستلغى مستحيل تكون. اذا المكتب الفيدرالي عنده المهام تاعو اللي راهي في القانون الاساسي للفاف صحيت، ما عنده غير يقوم بهذه المهام برك، يقوم بهذه المهام. حنا سمعنا في المكتب الفيدرالي اللي فات وقيرة السوايع غير باش ينحيو موظفة ولا موظف من الاتحاد، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني الهدف بقيه، يعني هذه هي لا بريوريتي. سأعود لك رشيد الرجاج، ينضم الينا عبر الهاتف عضو المكتب الفيدرالي عمر بهلول. اولا مساء الخير سيد عمر بهلول. مساء الخير سي كمال ومساء الخير لضيوفك الكرام. شكرا سيد عمر بهلول. الحديث عن اهم محاور ذكرها طبعا نادير بوزناد رفقة عز الدين عرب ورشيد جراج هي ان المكتب الفيدرالي لا يتطرق لعمق المشكل، ما تعانيه الانديه من نقص في الاموال وتراكم الديون، ما تعلق بصحه اللاعبين والكثافه الجهنميه ورزنامه المباريات، ما تعلق بجماهير رياضيه تدخل لملاعب في الجمهوريه وملاعب اخرى تحرم من او انديه اخرى تحرم من انصارها. ماذا يمكن ان نقول بكل صراحه حول دوركم كاعضاء مكتب فيدرالي في تفعيل منظومه كره القدم الجزائريه ومساعده الانديه في ايجاد الحلول في ظل المشاكل التي تعانيها؟ طبعا اولا وقبل كل شيء بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ان هذا السؤال المطروح اللي عنده عده جوانب بما فيها الخلاصه تاعها هي وضعية الحاليه لكره القدم على مستوى الاحتراف او على مستوى جميع المستويات للهواة. اظن ان المشاكل هذه لابد منها الشديده فيما يخص كل الديون او البرمجه والتحكيم ولا غير ذلك. اعتقد اليوم كاين رابطه محترفه انبثقت من جمعيه عامه انتخابيه، واذا كان هناك فرقه عندها هي تكون قوه الاقتراح فيما يخص كل المشاكل، ولو المكتب الفيدرالي يدرك جيدا ما هي المشاكل. ولذلك اعتقد ان حتى المكتب الفيدرالي ما يقدرش ان يحل كل المشاكل، لان كاين مشاكل لها طبعا صلاحيات من جهه، صلاحيات اخرى ربما من السلطات العموميه او ربما على مستوى الولايه، او صح كاين قسط هو على مستوى تسيير النوادي. وهنا نشير ان يعني تسيير كما نقولوا لا بون كونفورنونس تاع النوادي. ولذلك اعتقد ان المفتاح ليس عند المكتب الفيدرالي، بما هو يكون همزه وصل بين النوادي بين الرابطه المحترفه ببرنامج حقيقي لمس مشاكل تاع كره القدم الاحترافيه كما هو كذلك يعني على مستوى الرابطات الاخرى. ولذلك هذا ما اقدر اقول، لان هذا المشاكل عندنا منها طيله العهد الماضيه وما زلنا نتخبط في العدد، لان لابد ان تكون اراده سياسيه قويه على مستوى الدوله الجزائريه. ما دام ما كانش هناك تطهير على مستوى كل النوادي المحترفه ويكون هناك توازن فيما يخص التدعيم المالي، يعني باش يكونوا كل النوادي المحترفه لها تمويل مثل التمويل اللي عند المؤسسات على مستوى الدوله. اعتقد هذا هو الحل الحقيقي، لابد تكون اراده سياسيه قويه باش نحلوا مشاكل تاع كره القدم. هل هذا الموسم هو ضحيه الموسم الماضي؟ هو ضحيه برمجه؟ هو ضحيه قرار اتخذ في ظل كثافه المباريات الموسم الماضي 38 جوله؟ وهذا الموسم الانديه راهي تخلص تلك الكثافه وتلك القرارات التي نقول عنها ما بين قوسين كانت قرارات ارتجاليه. سيد عمر بهلول يا اخي كمال، لابد ان نشير هنا بكل موضعيه بكل حقيقه ان النوادي كل اغلبيه النوادي تاع المحترفه ما عدا سته او اربعه او خمسه نوادي اللي مدعمين من طرف مؤسسات الدوله ما عدا نادي فرادو. اعتقد ان لما تبدا بتسيير تصل به لنهايه الموسم بديون تاع اللاعبين وتاع المدربين على مستوى اللجنه تاع النزاعات بملايير
هنا تطرح السؤال، هل حقيقة أن حتى من ناحية النوادي الذين لا يملكون مصدر تاع تمويل يصل به إلى الحد أن يعمل عقود مع اللاعبين حتى يلقى روحه مخنوق في آخر السنة، وحتى تطبق عليه كل القوانين فيما يخص عدم امتداد تاع اللاعبين؟ أعتقد هذه كذلك ثقافة لابد أن ترخص عند كل اللاعبين على المسيرين على مستوى الاحتراف حتى نجم نقص شوية من العبء التي تعاني منها النوادي تاع الاحتراف. وخيرا في خلاصة القول، هناك سياسة كاملة على مستوى الاحتراف بما فيها الفيدي اتحاد كرة القدم والاحتراف ولا الجهات الوصية. شكرا شكرا. وهي قاعدة تدرس هذا الملف يعني باختصار حتى نصل إلى نهاية الحل وهو تطهير المالي، لأن الموسم القادم أن الكاف باختصار أبدا على النوادي التي لم تكن عندها أمنيتي فينانسية تكون تحرص التسيير تاعها على مستوى كل الديون، وبهنا راح اكون امام امر واقع حقيقي في الموسم القادم من ناحيه الالتزامات والشروط التي ملت عليها الاتحاد الافريقي. سيد عمر بالول في دقيقه، ما يامن الامل العام لشبيبه القبائل سيد نادر بوزناد؟ وبكل صراحه كاعلامي او كمتابع لم اهضم اقصاء الشبيبه الذي كان من المفترض ان الشبيبه القبائل تتاهل على البساط. لماذا غياب الاتحادية في قضية شبيبة القبائل التي لم تلقى العون ما تعلق باتحاد كرة قدم استيواني؟ لا، ليست له أبجديات وليست له لوبيات، لكن فرض منطقه على بلد وعلى اتحادية جزائرية لكرة قدم شاركت في 4 مونديالات، عندها كأسين إفريقيتين، ونادي هو الأكبر تتويجا في تاريخ كرة قدم الجزائرية، يوجد نفسه يعيد المباراة للمرة الثالثة ويقصد بتلك الطريقة. بكل صراحة إقصاء شديدة القبائل، أعتقد من فريق الذي منعدم لم يكن هو وجود في خارج كرة القدم الإفريقية. لاحظنا هذه المقابلة، رأينا باللي شديدة القبائل ما كانتش في نهارها، لا بد أن نقول حقيقة، لأن كرة القدم طيلت 90 دقيقة كانت في مرمى الخصم، لكن ما كانش هناك فعالية. وأنا ما نخشش من جانب التقني لأن ما نش من أهل التقني، لكن إذا كان تقول بأن الفيدرالية ما قدمتش دعم لشبيبة القبائل، أنا أعتقد باللي في الموسم السابق لما كانت في حاجة شبيبة القبائل الدعم من عائلة نقد البنين، أنا أعطى الفريق الوحيد ربما اللي نال دعم 4 ملايين من طرف اتحاد كرة القدم، ولو أن هذاك هو من يأتي، لأن حتى هي عندها مداخيل التي تدفع من طرف الكاف. ولذلك أنا أقول ليس هناك تقصير أبدا مع شبيبة القبائل، ونحن نعتز بشبيبة القبائل ونعرف بأن الفريق أكبر متوج بكأس إفريقيا على مستوى إفريقي. ولذلك هذه هي ربما يوم ذاك كنا ننتظر بأن شبيبة القبائل راح تتأهل بكل سهولة. مع الأسف هذه كرة القدم، شبيبة القبائل نفس صورة تنطبق للفريق الوطني اللي أقصي من الدور الأول، وكان الجميع لا ينتظر ولا يتوقع لأن الفريق الوطني يقصى، راهي صورة تنقض الأصل مع شبيبة القبائل. شكرا لك سيد عمر بالول، ولكن وعد شبيبة القبائل بمسيريه بأنصاره بمؤبيه، يا رب يا نادي الاتحادية لم تدافع عن فريق شبيبة القبائل الذي كان من المفترض أن يتأهل على البساط. أنا لست مدافع عن الإدارة لأن الأمن العام موجود أمامي، ولكن لا يستحق أن يحدث ما حدث لشبيبة القبائل، لأنه حتى نفسيا ذهنيا لاعبين خرجوا من المباراة، في كل مرة المباراة تتأجل. نادر بوزناد بكل صراحة، تعليقك على ما قاله وقال الاتحادية دافعت عن شبيبة القبائل، ما يمكن أن تقول بكل صراحة؟ لا، أولا نحيي سي بهلول عمار اللي يعني نعرفوه منذ سنوات، حتى ولكن كنت أنا في الاتحادية ما نيش لهنا باش نعاقب على ما قال، ولكن كنادي موجود يعني في الساحة الكروية الشيء فيه نقول اليوم إشكال في الاتصال، الشيء اللي تنتظر فيه الأندية اليوم، اللغة اللي راهي تتهضر فيها الأندية اليوم، حتى ولكن مانيش نتكلم على باسم الأندية، نتكلم باسم شبيبة القبائل، أنه نلقاو أجوبة للمشاكل التي نعيشها اليوم. أنا عندما نقول باللي الشيء اللي رانا ننتظروه من المكتب الفيدرالي القرارات، حنا أنا شافي وحضرنا وشاركنا في اجتماعات أندية وين اقترحنا عدة مواضيع لم تحل منذ سنوات ولم تؤخذ بالاعتبار،
إعادة النظر في عقد اللاعب. صحيت. ثلاث سنوات اليومنا هذا ولا مشروع. نقاش مفتوح الدين رشيد. ثانيا إعادة النظر في إعادة النظر في لو كاي دي شارج تاع البروفيسيوناليزم. صحيت. ثلاث سنوات ولم ينظر في هذا الموضوع. لا كونفونسيون كوليكتيف ميثاق كرة القدم اللي نتكلموا عليه منذ سنوات. اليوم نعطيك مثال، مشكل الأجانب اللي يروحوا مباشرة للفيفا. قدمنا مقترح وقلنا في من خلال ميثاق كرة القدم راح نحلوا هذا المشكل، مازال ما طرقناش ليه. حنا رانا ننتظروا عندما يقول شبيبة القبائل. شبيبة القبائل تحس روحها اليوم مظلومة من باب أنه تنتظر يعني حتى الدعم المعنوي. عندما تقول أنت يعطيت 4 ملاير لشبيبة القبائل يعني في عهد ما، أنا ينقول اليوم مازال اليوم في ميزانية موجودة على مستوى الاتحادية. لماذا منذ ثلث أشهر وحنا نطالبوا بها ومازال ما عطوها الناس؟ هذا السؤال الذي يطرح. هذا سؤال. هذا هذه حقيقة. يعني ماناش نكريتيكي ومانيش لهنا باش نعاقب. حول المقترحات والقرارات. وبعد إلى رشيد رجع. هذه الأمور اللي راه يتكلم عليها سي نادير، يعني ربما كنا خدمنا عليها في 2014 2015 وقبل. لا لا خلينا من 2015. لا لا. لا بحدة 2018 2019. 2018 مشاريع مكتوبة. مكتوبة قدمناها للوزارة، قدمناها لكذا قبل ما تكون هذه لا تريبارتيت الحالية. كمال أنا نعطيها لك اليوم قدام إخواني وراهم هذو فاعلين في كرة القدم ويعرفوا أحسن مني كرة القدم. هذا مشكل مديونية تاع الأندية إلى يوم الدين ما يتحلش. إلى يوم الدين. لماذا؟ المشكل يكمن في زوج نقاط. أولا اقترحنا أنه العقد اللاعب لازم يكون عقد أهداف. علاش؟ اليوم تجيب لاعب تمضيله مثلا ب 100 مليون، هذا اللاعب ينجح ما ينجحش راه غدوا يمشي من لجنة النزاعات يطالب 100 مليون، يعني العقد كامل. يعني العقل ما يتقبلهاش. حتى في قانون العمل الجزائري يقول لك باللي ما تقدرش تخلص في حاجه باش اوبجيكتيف غير موجود ان كونترا اوبجيكتيف. هذه النقطه الثانيه، اعاده النظر باش نخرجوا الانديه من قانون التجاري. اليوم ما فيش مشروع تجاري للانديه المحترفه. قلنا اعاده النظر اون روفيا ا دي زاسوسياسيون دو بيرفورمانس اي ديليت بقانون خاص. ميثاق كرة القدم راح يحل عدة مشاكل تربط العلاقات ما بين المدربين، الأندية، اللاعبين، الأندية مع الهيئات الكروية. رشيد رجعت. كل حال أنا شطرك الرأي فيما يخص ميثاق كرة القدم، وكان يعني دي زيكزومبل هذا الشيء هذا. أول ميثاق كرة القدم هو صدر في أظن في فرنسا عام 1972 بعد إضراب اللاعبين المحترفين، يعني لحقوا فيرين بلاتفورم، خلقوا سانديكا تاع اللاعبين آنذاك 1972 وداروا انشار دي فوتبول، يعني ميثاق كرة القدم. فيما يخص يعني اليوم مثلا مطلب إعادة النظر في عقد اللاعب، عقد اللاعب هذا المطلب هذا يعني راهو يدور منذ 3 سنوات والعقد يعني ما تغيرش، ولكن أظن ثاني على مستوى الأندية اليوم نادر كاين حلول. علاش؟ كي نشوفوا المادة 4 من عقد اللاعب اللي هي فيها يعني الأجرة الشهرية تاع اللاعب، يعني ما يتقاضاه اللاعب في المادة 4. ومن بعد واش يقول لك في المادة 4 بعد سالير بروت؟ يقول لك اون بلوس دي بريم اي افونتاج هكذا اي سون ديفيني دون ريغلومون انتيريور. لازم لي كلوب بيناتهم يقدروا يتفاهموا انهم اون فاي كلاتي لو سالير، اون فاي كلاتي لو سالير، نديروا ان فيكس كوم بروت و لو ريست سافا ايتر دي بريم دوبجيكتيف لي فاريابل سي بريم دوبجيكتيف، يعني علاوه اهداف. لا نديرو معليش نديرو في ريغلومون انتيريور. انت ما درتيش كونطرا، انا نديرو اسمح لي نديرو في ريغلومون انتيريور ونعطيك ريغلومون انتيريور ومولوجيه مع الكونطرا ومولوجيه مع الكونطرا. كاين حلول كيما دوك كيما دوك كنا سمعوا الاخ عمار بهلول في الإجابة تاعو الكمال يقول كاين ربي كرة القدم المحترفة. ربي كرة القدم المحترفة هي ستركتور لا فيديراسيون مادام راهي تخدم قصدنا هكذا. شوف هذه والله هذه الأمور وهذه المشاكل يعني ما خلاولناش الفرصة، يعني كنا راح نقدموها كبرنامج في الرابطة، ما خلاولناش فرصة يعني باش نقدموها. نعود أنا حاب نعقب على الكلام تاع سي بهلول. لا كيفاش حبيت هو قال لك لازم الرابطه هذه اللي تمد الحلول، كيفاش رابطه اللي راه يقول باللي موثقه من الجمعيه العامه وهذا كل شيء خطا،
كيفاش حبيتها يعني تعطيك حلول وهي ما قدمتش حتى يعني برنامج باش الناس اللي تقدموا باش راهم في الرئاسه ما تقدموش برنامج. لا لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي برنامج الرابطه راهو في الماده 5 من القانون الاساسي للرابطه فيه 18 نقطه فيه 18 نقطه لان الاتحاد الجزائري هو اللي يعطيك واش دير واش ما ديرش على بالك. صح. عندك اون ديليغاسيون. لا اسمح لي اسمح لي عندك اون ديليغاسيون من عند لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول. روح للماده لارتيكل 5 من ستاتيو دو لا ليغ نسمو الاسد. هذا ما يمنعش يعني باش تقدم في البرنامج تاعك حلول للرابطه للبطوله الوطنيه والمشاكل الاحتراف ككل تقدم هذا الشيء ما يمنعكش يعني باش حتى رشيد سعودي لك حتى عندي تعطيها كمقترحات للمكتب الفيدرالي اللي راح يعمل بها في باش يوجد حلول. سنواصل الحديث. اسمح لي ربما نزيد نقطة برك يعني في باختصار باختصار تاع شبيبة القبائل يعني اللي المقابلة أجلة ألف مرة. أنا نطرح سؤال لهنا شكون رشيد ونادي الرقي كان اون كوميسيون دو كومبيتيسيون أو نيفو دو لاكاف. الإجابة ستكون بعد الفاصل. ابقى معنا نادي البوزناد نادي البوزناد هازدين أرب وكذا رشيد رجرات. سنتوقف للحديث يعني هذه النقاط والحديث ما يتعلق بالاقتراحات والمقترحات والقرارات والحديث عن شبيبة القبائل والحديث عن تراكم الديون لدى النوادي الجزائري. يبقوا معنا تدابوا بعيدا. من جديد نحييكم في الجزء الثالث من برنامج احكي بالون، الحديث عن القرارات والاقتراحات والمقترحات وما تعلق بدور الرابطه وما تعلق بدور الاتحاديه ودور الانديه ودور المسؤولين والمسيرين في آن الوقت. كانت لك تساؤل حول شبيبه القبائل ونادي البوزنات وعدته ان يكون الجواب بعد الفاصل. لك الاجابه نادير وبعد النقاش مفتوح بينكم للحديث عن المواضيع المقترحه. ازني شوف انا راح نلخص لك انا شيء وسرا كان فيه يعني تاجيل اول بعد ما دخلت شبيبه القبائل. سي نادير انا حبيت تجاوبني على هذا السؤال يعني مش خاص بالشبيبه القبائل انت ولا رشيد على على لا كوميسيون دو كوميسيون. شوف جاوبك اخويا عزدين شوف جاوبك اخويا عزدين رابيدمون رابيدمون نجاوبك معاش تجاوبونا بدير تفضل تفضل باسكو نهضروا على جاوبني باش نعطيك نقول لك راه خالد وراه المشكل. هذه صارت شبيبة القبائل كانت قادرة ثاني تصرى نادي واحد اخر جزائري طبعا اكيد هكذا اكيد. هو في لائحة الكاف بالنسبة لنموذج فقط في لائحة كأس الكاف واش يقول لك؟ يعطيك ديكا كيفاش تعامل مع ماتش سور تيران نوتر ماتش دوزيام بيي اونغير يا اخي هكذا ومن بعد يقول لك لي كانون بريفو. لا ما فهمت. اسمح لي اسمح لي اني جاي 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 فورس ماجور. لا لا ماشي لي كاد فورس ماجور. اسمح لي يقول لي كامون بريفيو لي كامون بريفيو. شوف زين نطرح الحالات. لا لا انا حبيت نقول لك نطرح لك الفكره. عندنا ممثل جزائري عندنا ممثل اللي هو عبد الكريم دور واش دار واش عمل في لجنه المفسد باش يعاون شبيبه القبائل. معليش معليش حنا ماش خصوص حنا ماش خصوص حنا رانا نقولوا حنا رانا نقولوا حنا رانا نقولوا بالاتحاد الاتحاد تاعنا الاتحاد تاعنا ككل رشيد ما نجعلوش من هذا الموضوع شبيبه القبائل يعني باش في الكاف باش نطلقوا اكس ولا يقرا. شوف لا كوميسيون لا كوميسيون رشيد الامور واضحه وصرات كان فيه تاجيل المره الاولى بطلب من الاتحاد الجزائري وبطلب من شبيبه القبائل عندما دخلنا اون كونفينمون في العوده من سويت إسواتيني. كان فيه تاجيل ثاني كذلك من طرف فيدراليه إسواتيني والاتحاد الافريقي نظرا للمشكل اللي تلقاوه في التنقل وكان مشكل كوفيد والمطارات مغلوقه والتاجيل الثالث راجع الى يعني الغاء. انا نظن انه يعني احنا قدمنا طعن ويعني للامانه لجنه مسانده الانديه على مستوى الرابطه نسقت معنا الموضوع جيد بحقيقه يعني المحامين على مستوى الرابطه وقاموا يعني باستشاره معهم باش قمنا بالطعن في الموضوع ولكن كما تعرفوا يعني قوانين اللوائح الكاف شافوا انه اسباب المقدمه من طرف نادي رويال لوبار تدخل في خانه القوى القاهره وهذا يعني ما تقدرش يعني تخرج منه يعني لو تعرف قانون جيدا لو تعرف القانون جيدا طبعا لو يعني هما الموضوع اللجنه يعني نغلقوا كومبيتيسيون نغلقوا رشيد الموضوع متعلق اليوم باختصار كمال اليوم الموضوع المطروح اليوم الموضوع يعني وباش نعاودوا نرجعوا للكلام اللي تقدم به ممثل المكتب الفيدرالي صحيح باش ما يكونش جدل جاف
وما فيهش حلول وما فيهش غياب مساحات النقاش يا كمال على مستوى الهيئات الكرويه. واش يجعل؟ يجعل لا رومور، يجعل سوء الظن، يجعل يعني التفكير السيء. لو فيه مجالات للنقاش فيما يخص المشاكل اللي راهي تمر بها كرة القدم، وكذلك إقصاء سياسة الإقصاء والتأميش أنا ما نحبش كمال وما نحبش عز الدين وما نحبش رشيد، هذه الحقيقة. ثم أيضا تقوموا أيضا ببيان توضحوا في هذه الأمور. لا منا بيان لذلك. لا 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 ما أراد البيان. لا من حول ما حدث 2019 لا لا حدي حاليا ما يحدث شبيب قبل. لو كان بيان ربما كان درنا في توضيح لأنصار الشبيبة درنا ولا أنا كأسرة إعلامية. لا كمان درنا بيان. شوف الشيء اللي قمنا به على مستوى شبيبة القبائل كان فيه أخذ بزمام الأمور، كان تحدي أول هو انطلاق البطولة وأخذ هذا التحدي يعني باش شبيبة القبائل تمشي وتنخرط وتقوم بالاستقدامات اللازمة. سنعود لشبيبة القبائل، نتكلم عن الموضوع تاعنا. لا باش نعود للموضوع تاعنا. الموضوع تاع الأندية ومشاكلها يعني بصفة عامة. قلت لك يا سي كمال لو كان اليوم مكتب فيدرالي حتى ولا كان ممكن كما قال سي بهلول مكتب فيدرالي ما يقدرش يتحمل كامل اللعب حتى ولا كان يعني ما نوافقوش في هذا الراي. صحيت المكتب الفيدرالي هو المقرر وهو يعني لو هو الذي ينظم هو ينظم صح ويساعد البلدان. معليش حنا نمشيو يعني نمشيو كما قال الاخر بفكر ايجابي نقولوا لكن ما قدرتوش حلوا مجال للنقاش في عدة كفاءات على المستوى القطر الوطني تقدم حلول بالفعل تقدم حلول واليوم السلطة العمومية اللي هي وزارة الشباب والرياضة بدأت تنتظر.